وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع دام لشهور في المستشفى مع مرض السرطان. ماذا قال نجلة الطبيب هاني الناظر؟ وما هو موعد صلاة الجنازة وأين ستقام؟ وما هو المرض الذي كان يعاني منه الدكتور هاني الناظر؟ وما هي أعراضه؟ هذا ما نوضح لحضراتكم في تغطيتنا. أعلن الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر عن وفاة والده بعد صراع مع المرض، وكتب نجل الدكتور هاني الناظر: إن لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر. كما كتب أيضا: صلاة الجنازة اليوم الخميس 22/2/2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي، وذلك بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء. وفي وقت سابق نشر الدكتور محمد ابن الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق منشورا خلال ساعات الماضية على صفحته الشخصية يطالب فيه المتابعين بالدعاء لوالده. وقال محمد الناظر في منشوره: الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كانت حسن جدا حالته تدهورت جامد فجأة، محتاجين دعائكم. وتفاعل المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع منشور الدكتور محمد هاني الناظر عن مرض والده، وسادت حالة من الحزن على الطبيب الشهير بسبب ارتباطهم به عاطفيا. دعونا نوضح لحضراتكم كيف بدأت رحلة الدكتور هاني رحمه الله مع المرض. بدأت القصة وقصة مرض الدكتور هاني الناظر في بداية شهر أكتوبر الماضي، عندما أعلن أنه لن يتمكن من متابعة أسئلة محبيه على صفحته بسبب مرضه، وأنه بحاجة للراحة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث يعاني الدكتور هاني الناظر حينها من آلام شديدة بسبب الصداع المتكرر. وفور إجراء الأطباء الفحوصات المطلوبة منه للتمكن من تشخيص المرض بشكل صحيح، اكتشف الأطباء إصابته بمرض السرطان، وكان الإعلان عن هذا الخبر بمثابة صدمة للجمهور، حيث كان ذلك خلال عدة أيام من منشور الصداع. وتلقى دكتور هاني حينها دعوات للشفاء من مختلف الدول العربية. حينها أعلنت أسرة الدكتور هاني الناظر في نهاية شهر أكتوبر لعام 2023 عن نوع السرطان الذي أصاب الدكتور هاني الناظر، وهو مرض سرطان ليمفوما بريكت. دخل الدكتور هاني الناظر المستشفى لتلقي العلاج الكيماوي في شهر أكتوبر لعام 2023 لهزيمة مرض السرطان، وعانى حينها من متاعب شديدة بسبب طبيعة عمل العلاج، لكنه صمد وتمكن من التعافي سريعا، خاصة في ظل جو الدعم النفسي الكبير من محبيه ودعوات الجمهور الكثيفة. استقرت حالة الدكتور هاني الناظر عدة أشهر، واستمر على العلاج في المنزل، لكن زادت أعراض المرض عليه مرة أخرى، وعانى من تدهور شديد مساء الأمس، وبدأ في دخول مرحلة جديدة وهي العلاج المكثف مرة أخرى. وطالب نجله الدكتور محمد الناظر بدعاء لوالده. أما عن أعراض هذا المرض الذي عانى منه الدكتور هاني الناظر، فهي تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان الغدد الليمفاوية ما يلي: تورم العقد الليمفاوية، غالباً ما تكون هذه هي العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية في بريكت، وقد تتضخم العقد الليمفاوية في الإبط والفخذ مع انتفاخ البطن أو الآلام، ويمكن أن يؤثر المرض على الأعضاء الموجودة في البطن مما يسبب التورم أو الألم، وهذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى فقدان في الشهية والغثيان والقيء والحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن. هذه هي الأعراض الجهازية التي يمكن أن تحدث مع أي نوع من أنواع سرطان الغدد الليمفاوية، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية بريكت. التعب يمكن أن يكون هذا النتيجة للمرض نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاجات، سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف. يمكن أن يحدث ذلك إذا كان المرض يؤثر على نخاع العظم، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.
ضيق في التنفس أو السعال يمكن أن يحدث هذا إذا انتشر المرض في الصدر أو كان يضغط على القصبة الهوائية. الدكتور هاني الناظر لم يكن فقط طبيباً بل كان نموذجاً للأبي الحنون والصديق الشهم الذي لم يلجأ إليه شخص يعاني من أي مرض إلا وكان رده سريعاً له سواء بسرعة التوجه للطبيب أو بالعلاج لحل المشكلة. ارتبط الدكتور هاني الناظر مع الجمهور في مصر والعالم العربي بشكل قوي، ارتبط به طوال سنوات ماضية، فلم تكن العلاقة قاصرة على الاستفادة من خبرته الطبية من خلل لمتابعة آراء في الموضوعات الطبية الشائعة أو حتى الصحية التي يتم تداولها في السوشيال ميديا. ولكن كان هناك جانب إنساني، ويعد هذا الجانب في حياة الدكتور هاني الناظر من أكثر الأمور المسيطرة عليه والتي تظهر في منشوراته على الفيسبوك، والتي تحث على التحلي بالأخلاق الحميدة والرقي في التعامل والتغافل عن الأخطاء وتوجيه النصائح للاستفادة من قضايا الرأي العام في حياتنا الشخصية، هذا فضلاً عن مساعدة المحتاجين والحالات الغير مقتدرة مادياً على علاج الأمراض الجلدية. أما الختام فأسرة صدى البلد تقدم خالص التعازي لأسرة الطبيب هاني الناظر، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.